بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفي المغربية، لكم مني السلام. نطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير. الله سبحانه وتعالى قادر يمحي جميع العوارض اللي في البيت. إذن احنا اليوم نحطوا واحد الوصفة خاصة بإذن الله، خاصة بالناس اللي عندهم مشاكل في البيت وعندهم صراع وعندهم سحر وعندهم عندهم عتبة منحوسة، عندهم مشاكل. الناس عندهم مشاكل، إما العين إما الحسد إما التابعة إما من القرائن اللي عندهم في الجسد، وما تتوافقوش القرائن، يكون كل واحد عنده قرين ما تتفهموش، أو داري ليهم سحر النفور. كاينين الناس اللي عندهم سحر النفور أو سحر التمريض، تديروا ليهم الدار كلها مريضة وعندهم مشاكل، وعندهم مشاكل ديما. حط لي واحد الاخ كريم عندهم مشاكل، المراه ديالو اتصابت في السحر، الاولاد مرضوا، عندهم عايش في اوروبا باش فرنسا ولبلجيكا. ان شاء الله بحول الله غادي نديرو هاد الوصفه خاصه بالناس اللي عندهم مشاكل في البيت، عندهم تمريض، عندهم حالة مزرية في البيت، ما تعرفوش واش عندهم عين حاقدة هي اللي سببت لهم السحر التمريض، وإما الناس اللي عندهم صعوبات في الحياة ما بقوش مفاهمين، أو عندهم سحر التفريق. السحر المأكول حطيت بزاف الوصفات لأن تيقول المرأة ديالو عندها السحر المأكول. كاينين بزاف الوصفات ديال السحر المأكول، بسرغينة بالحلبة، بزاف الوصفات حطيت. سبحان الله بزاف الوصفات نجحوا مع الناس، وحطوا لي تعليقات بأن الناس نجحوا معهم الوصفات. إذا عندي البيت فيه مشاكل، عندنا تمريض الأسرة كلها، عندنا عياء شديد، عندنا عين حاقدة، عندنا سحر، لابد نحطو هاد الوصفة إن شاء الله. أول حاجة عندنا أوراق الغار. أوراق الغار جيدة في تطهير العتبة، تطهير العتبة. ناخد واحد الكمية لا بأس بها بحال هكا، وغادي إن شاء الله نبقى نبخر بها البيت. غادي نقرأ عليها القراءة، اي قراءه بغيتي، سوره الفلق وسوره الناس، ونحطها فوق الغاز. غادي تطهر البيت من العين والحسد. اذا هاد المعوذتين راه جيده في تطهير العتبه او تطهير البيت. ناخذ واحد الكميه بحال هذه، هذا 5 دراهم، 5 دراهم، ناخذ كميه لا باس بها، ونبقى نحطها فوق الغاز لانها جيده وتطهر البيت من جميع العوارض. سبحان الله. إذن هذه ما تنسوش انها صالحه للحسد 100%. الناس اللي عندهم حسد شديد ياخذوا واحد الكميه، ياخذوا 7 ورقات وحطوهم فوق الغاز، بعد ما يقرا الزوج ولا الزوجه يقرا عليهم المعوذتين وحطهم فوق الغاز، ريحتهم طيبه وتترتاح لها الخاطر هاد اوراق الغار. الناس اللي عندهم السحر المأكول يتبخوا 7 ورقات ويشربوهم على معدة فارغة باش يحيدوا السحر المأكول. نعطيكم وصفات لانني بزاف التعليقات، كل واحد اش عنده عشبه وحده تقدري تحيدي بها بزاف الحوايج. اذا هادو اوراق الغار علاج ودواء. الناس اللي عندهم الغازات جيده، غازات تطهر الجسد من النحس من السحر، خصوصا تاخدي 7 ورقات وتبخيهم وتصفيهم وتحليهم بالعسل وتقراي عليهم 7 مرات الفاتحه، والانسان يشربهم باش الجسد ديالهم يتصفى من جميع العوارض، لان الفاتحه 7 مرات هي رقيه شرعيه. اذا انا عطيتكم الصيغه ديال هذه السحر المأكول. الناس اللي عندهم الحسد في البيت، عنده ولاد ومرض، او عندك المرض شديد في البيت، لابد انك ترقي نفسك باوراق الغار. اما البيت غادي ناخذ كميه لا باس بها، نحطها في الماء بحال هكا. غادي نحط العرعار والخل، نحط العرعار والخل. الخل هو هذا، الخل
وهذا الخل وهذا العرعار والخل. غادي ناخد الملح، الملح ناخد حفنة لا بأس بها. غادي ناخد هاد الماء، غادي ناخده بدون قراءة، بدون قراءة. هاد الماء غادي يبات ليلة كاملة. بعد ما غادي نوضع الخل بحال هكا، الخل خل البيت، طعام خل الطعام. غادي ناخد هاد الماء يبات ليلة كاملة مرقد، نغطيه على الطاقة السلبية. وغادي بغينا هاد الليلة من يبات فيها هادشي العرعر يطلق مكونات ديالو، يا ريت تخويو عليه ماء ساخن باش اوراق الرمد او الغار يطلق هذيك المادة ديالو مع العرعر مع الملحة مع الخل. غادي نبداو بالعتبة، بالعتبة هاد الماء غتقسميه نصفين، نص غادي يعوموا به الاطفال او الزوجه او الزوج، الناس اللي عندهم تمريض في البيت او عندهم مشاكل او السحر التفريق. غادي ناخذ الملحه والخل والعرحار اوراق الغار، وغادي والخل تفاح اللي عندك غادي ناخذ نقسمه نصفين. النص الاول ان شاء الله نمسح به البيت، غادي نصفيه وغادي نمسح به البيت. وغادي النصف الثاني غادي الناس يعوموا به في داخل الدوش لأنه بدون قراءة. أما غسل البيت غادي نقرأ، نبقى نقرأ، نطلق سورة البقرة. لابد أنكم تطلقوا سورة البقرة أو الأذان، الأذان المتكرر، الأذان المتكرر جيد في تطهير البيت من الأمراض ومن التوابع من المس من أي حاجة، ولكن يكون متكرر 7 مرات أو 21 مرة أو 15. راهو في البورتابل أذان موجود متكرر، أو سورة البقرة كل صباح مدة أسبوع. غادي ناخد الماء نعطي الأولاد يعوموا، إلى كان البنوار ناخد هاد الماء ونحطه لهم نصفيه ونحطيهم في البنوار ويترقدوا الأطفال، والأم لابد يعوموا به، والأم تهي إذا كان عندها السحر التمريض لابد ترقد نفسها في الملح والخل والعرعار أوراق الغار. واحد الطاقة غادي تعطيكم سبحان الله لا يعلمها إلا الله. بعد غادي ناخد نصف تاني نصلح به الدار، نرشو على العتبة، نرشو على زوايا البيت، نرشو على الجدران، تنقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله، تترش البيت وانت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غادي من بعد تنتهي من البيت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، اللهم ترفع عني جميع الأمراض، اللهم يا ربي ترفع عني جميع السحر أو العين أو الحسد، لا حول لي ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. غادي تجمع ذاك الماء وتخرجه إلى مكان عاشب، وتخرجه إلى مكان عاشب، وخا ما مقريش عليه القراءة القرآن، ولكن أنك حيدت الطاقة السلبية اللي عندك في البيت. لابد ما تبقاش في البيت، تخرج خارج ولو نخوي أمام العتبة أو نخوي خارج البيت. إذا أحبابي في الله، هاد الوصفة راه جيدة بامتياز. هاد المكونات اللي غادي نصفيهم غنحاول نشوفهم في الظل ونبخر بهم فوق الغاز، فوق الغاز. إذا أما الخل غنمسح به باب العتبة، باب العتبة ماشي العتبة، الباب غنمسحو بالخل. لابد الخل لأنه الخل مزيان، العود مزيان، العين هذاك ما غاديش تخافوا من الباب يخسر ولا شي حاجه. باب العتبه تنمسحو ونقرا، ونقرا يا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ونفت على العتبه ان شاء الله بحول الله. اذا العرعار، الناس اللي بالدول الاوروبيه عندهم ما عندهمش العشوب ياخذوا اليزير، ياخذوا اليزير. اما اوراق الغار والملحه يحاولوا انهم راكينين في كاع الدول، واذا ما كانش عرعار يكون اليزير، اليزير. اذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناه وتفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته. ان شاء الله هذه الوصفه داوموا عليها
مدة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام على حسب القدرات ديالكم. ما نقدرش نجبركم على مدة طويلة، ولكن تحسوا بالفرق داوموا عليها إن شاء الله. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.